احسن بلان تقدر تشوفه هو اللي كيديروا واحد الشاب مغربي في مدينه الدار البيضاء بالليل، ولكن الطريقه باش كيدير هذه الخدمه هذه ولا كيدير هذا الخير هذا هي اللي غريبه ديال بصح. بغيتي تعرف الديتاي تبع معايا الفيديو. المهم اللي ما كيعرفش منين كازا هنا يفضل بالسلطان مين دازا بالضبط حدا سوق النعناع في كراج علال هنا راه بالضبط مع 3 ديال الصباح. المهم السيد اللي كيسمى بالمقنع ولا بزورو كيف ما كيسميوه دير واحد القناع في وجهه على اساس باش ما يتعرفش. وهنايا في الفيديو يعني كيدور في الشوارع ديال درب السلطان بالضبط في شارع ديال مديونه سابقا ولا شارع محمد السادس حاليا. هذيك هي السياره ديالو كيكون كيدور فيما كيبان ليه شي واحد من الناس اللي كيجرو كراس اللي كنسميو حنايا البوعره كيعطيه واحد القدر مالي وكيزيد بار لا سويت. وهذا الشيء راه بالضبط مع 3 الصباح يعني بالليل كيوقف عليه كيعطيه هذيك المساعده الماديه اللي بغى يعطي وكيزيد بلا ما يتلفت بلا ما يتسنى بلا ما يتعطل بلا حتى شي حاجه يعني ما كيحاولش يدوي. هو الهدف ديالو هو يساعد الناس ويمشي في حاله والله يكتبها ليه في ميزان الحسنات. الان كتجول شوارع ديال مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه درب السلطان يعني الامر اللي استحسنوه مجموعه من المغاربه حيت مؤخرا ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي انه كيوزع مساعدات يعني بقيمه ماليه وكيعطيها للناس المحتاجين الناس اللي ما عندهمش يعني مساعدات ماليه. مشكور على هذا العمل اللي كيقوم به وهذه المساعده اللي كيساعد بها الناس. كما كتلاحظوا السياره ديالو هي اللي كتلاحظوا معنا الان امام ديالنا احنا الان تابعينه. يعني الناس اللي استحسنوا هذا الامر هذا يعني كل شيء عاجبه هذا الامر هذا يعني كيساعد الناس كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. الان كتجول شوارع مدينه الدار البيضاء بعد هذا هنا راه جو بونس وقف على واحد السيد اخر. نحاول نشدو ليه التصريح ديالو هنا ولا راه فاش هبط. هو كيرفض اي واحد يعني يصوروا ولا اي واحد يتبعوا ولا شي حاجه. المهم غيديروا معاه السي جواب وغي ياخذوا يحاولوا على الاقل ياخذوا من عنده واحد التصريح صغير. خويا نشدوها واحد لكن صحافه لا بريس اخويا كمان بغينا نعرفوا اخويا غير هذه القضيه اللي كدير في الشوارع واخا سير لا بس قبل يدير معاهم السي جواب نكملو اي حاجه بغيت عطيني غير نكمل غير الدوره ديالي وانا معاك غير اللي كان ممكن غير واحد دقيقه واخا نعم شنو بغيتي تعرف شنو يعني هذا العمل اللي كنلاحظوا كديروا في شوارع مدينه الدار البيضاء يعني ما المبتغى منه كيفاش كتمر الامور في هذه القضيه؟ اول حاجه المبتغى منه هو انني هاد الناس هادو ديال الشوارع ديال اللي كيكونوا في بحال هكا يعني في طرد الزبل باش نكونوا واضحين كيألموني بزاف لان الانسان باش غيخشي وجهه في حاشاكم في الزبل يعني صعيبه. ما كندير واحد البركه اللي من مالي الخاص
كنديرها مستوره وكنعطيها لهم. انا ما كنبغيهمش هما يعرفوني شكون. كاين من الناس اللي غادي يعرفني وكاين اللي ما غايعرفنيش، وانا ما كيهمنيش انا شكون اللي غادي يعرفني ولا شكون اللي ما غايعرفنيش. اكثر من اللي كيهمني ان هاد الناس هادو يعني صراحه كيبقاو فيا بزاف، وبغيت الناس يتعاونوا معاهم، بغيت الناس يتعاونوا معاهم. كاين اللي غادي يقول، كاين اللي غادي يقول ان هذا راه ما عرفتش شنو باغي يدير، ولكن يقول فيلم تمثيل وهذا كيف ما قالوا في بعض التعاليق وفي بعض هذا. الا كانوا غير افلام والتمثيل بحال هكا انا عاجبني هذا التمثيل. كاين اللي غيعرفني كاين اللي ما غيعرفنيش، انا ما غنكشفش على الهويه ديالي دابا، وغادي نمشي غنكمل الخدمه اللي انا باغي نديرها، وغنبقى ندور على هاد الناس هادو اللي كيكونوا في الزبل واللي كيكونوا في النظافه، تحيه لهم النظافه، وغادي نقضي معاهم الغراض والله يثبت الاجر. يعني كتستهدف الناس اللي ما عندهمش كنستهدف ما ولا غير الناس زعما اللي كنستهدف هاد الناس اللي بالضبط، كنستهدف هاد الناس اللي بالضبط اللي هما في طوارو الزبل. كنستهدف هاد الناس هادو اللي في طوارو الزبل بالضبط، اللي كيحشي راسو في طوارو الزبل وكي بزاف ديال الحوايج. يعني كنلاحظوا يعني درتي واحد اشعاع كبير في شوارع عماد الدين. غادي نخرجوا نكملوا المسائل ديالنا ونديروا. ما تقدرش تفصح المواطن يعني، عرفنا انك كتعرف مجموعه. كاين اللي كيعرفني دابا ولكن كاين اللي ما كيعرفنيش، وغنخليو لهم مفاجاه من بعد. سعداش كيف فعل الخير؟ انا عجبتني صراحه الطريقه باش يخدم هذا السيد هذا اللي كيتسمى بزورو، ما باغيش يبين الوجه ديالو، ما باغيش يكشف على الهويه ديالو، كيحاول يعاون الناس، كيحاول يتساعد مع الناس، وهذه بادره اللي هي مزيانه. وهنايا كنقولوا بان راه باقي الخير في الشباب المغربي، والحمد لله ملي كنشوفوا ناس بحال هادو اللي كيعطوا من اللي عندهم باش يفرحوا ناس واحدين اخرين. كيف ما شفنا هذا السيد هذا كيحاول يعاون الناس البعاره، ناس اصحاب النظافه، بوتيتر كيشوف بان دوك الناس كيخدموا في واحد المجال اللي ما يقدرش اي واحد يخدم فيه، واحد القطاع اللي هو فريمون صعيب وصعيب بزاف وكيبقاو فيه. والطريقه يعني باش كيدير هذه الصدقه كيخرج بالليل يعني باش ما يبانش قدام بنادم، داير قناع مستخفي باش ما يبانش. هذه بادره كتحسب ليه وربي هو اللي غادي يجازيه، وهذه صدقه جاريه. والحمد لله على الاخلاق ديال هذا الوليد هذا والتربيه ديالو الحسنه اللي رباو عليها والديه. وهذا الشيء صراحه اللي بغينا نشوفه في بلادنا، واللي بغيناه يكثر ديال بصح، ماشي التفاهه والبساله وقله الادب وقله الاخلاق. حتى لهنا الفيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.